صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول هل تدل هذه الآية على أن الأصل تعدد الزوجات أو الإفراد؟ تعدد الزوجات مباح ولله الحمد، ولا علينا أن نبحث هل هو أصل ولا رخصة، كله من التنطع الذي لا فائدة تحته. الله أباح لنا تعدد الزوجات، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن كنتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولا نبحث وراء ذلك هل هو الأصل التعدد أو الأصل عدم التعدد، هذا من التنطع الذي لا فائدة منه. نعم.